بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عظم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة، اللهم أمنا ورحمتك الواسعة يا كريم، اللهم أكرمنا ولا تهنا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء. سبحانه وتعالى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. صل على حضرة النبي. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء. سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. صلي على حضرة النبي. صلي عليه. صلي عليك يا عم الشيخ محمود. والعزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس فلا ممسك لها وما
نعم يا أهل القرآن. نعم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له عليك. الله وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل رسولا. جاعل الملائكة رسولا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الله يحافظ عليك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماء. الحمد لله فاطر السماء. يزيد في الخلق ما يشاء. الله أكبر. يا ريت جمال يكون عليك. صل على النبي. صل على حضرة النبي. صل على النبي. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا مغفر. يزيد في الخلق ما يشاء. الله أكبر يا عم. إن الله على
بشيء قريب. سبحانه وتعالى. الله أكبر. يا شاه يا شاه الله أكبر. الله عليك. نور على نور يا عم الحاج. بارك فيك يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة عليك يا أبو أسامة بطل. يزيد في الخلق ما يشاء. يزيد في الخلق ما يشاء. جميل والله يا شيخ. إن الله على كل شيء قدير. سبحانك يا قادر يا عظيم. الله يا أهل القرآن. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهو العزيز الحكيم. سبحانه سبحانه إلى الله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله يا أيها الناس. أنت اللي عم تجيب الروح. ما تخلص. يا أيها الناس. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم. الله عليك يا بطل. صل على خاطرة النبي. ربنا ما يحرمكش من صحتك يا ابو سامي. الله اكبر يا عم.
سبحان الرزاق. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ تحية يا شيخ محمود. يا أيها الناس، نعم يا ربنا، نعم يا رب، نعم يا رب، نعم يا رب، نعم يا لا تكفكون لا تكفكون يا والأرض لا
نعم نعم يا قرآن. يقول لي حاج محمود وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. وإلى الله ترجع الأمور حقا يا سيدي. وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. يا أيها الناس. نعم يا ربنا. نعم يا أيها الناس إن وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. عليك يا ملك. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله. نعم يا أهل القرآن. يا عم الحاج احنا لحد الوقت ما سمعناش. يا أيها الناس حياة حضرتك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يا عم الحاج حياة حضرتك. نعم ده مكذوب قرآن بقى ده. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله أكبر يا عم.
يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم نعم. إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. يا رب يا رب. أفمن زين له سوء عملك فرأى فمن زين له سوء عملك فرآه حسنا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يا سيدي يا رسول الله. إن الله عليم بما يصنعون. حقا. أفمن زين له سوء عملي
علينا. نعم نعم نعمة. الله يقويك يا حاج. نعم يا نعم. ربنا يجيلك يا شيخ. أفمن زين له سوء عمله فرأيه حسنا. اصحى نعم. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَيْهُ فَرَأَيْهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ حضرة النبي. ايوه يا سيد مدد يا رب. حبايب الكفار يا عبد الحمود. نعم. تجيب الكرسي. ليه مش كده مش تمام؟ ده عايزين الباقي. يعني تمام. أفمن زين له سوء صديق. الناس عايزه تفهم حبيبك. ارجوك تاني احب على ايدك. الناس عايزه تفهم. بقول لك ايه يا عم الحاج ده؟ الناس دي كلها عيانه يا عم الحاج. حتى من فرنسا عيانه يا عم الحاج والله العظيم. العالم كله ايه يا بخت. عايزين شاي وقهوه. كله جاي الوقت. كله جاي حاج مهما شوفش حاجه يا رب. عايزين ميه يا عم. كله جاي عبد الخالق رد على صاحب البيت. يلا افمن زين له سوء وحسنا. الله يكرمك يا شيخ. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. أفمن زين له سوء وعمله فرئه حسنا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء.
سبحانك يا رب. سبحانك يا رب. أفمن زين له سوء عمله فريب حسنا فإن الله يضل من يشاء هو زمن القراءة أحسن من يقرأ القرآن في العالم في العالم في العالم الله بيت القرآن بيت القرآن الله أكبر يا عم الله عليم بما يصنع عايزين اللي ما يسمعك ايوه ايوه قلتها وصدقت فيها ده احنا نعم. عندنا من كل فج عميق يا نعم الحاج والله نعم نعم والله الذي أرسل الرياح تعالى الله اكبر يا عم سبحانه سبحانه والله الذي أرسل والله الذي أرسل الرياح والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا عايزين مية يا عمدة هذا بس مش جديد دلوقتي والله الذي أرسل كذلك النشور حقا كذلك النشور نعم نعم نعم
ومكرؤنا إيكا
فلله العزة جميعا. نعم 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 يا عمي نعم. شيخ ماهر كده. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعر الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. لله العزة جميعا يصعد الكلم الطيب وإليه يصعد الكلم الطيب. فيها كتير فيها جمال. العز جمال. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. صح يا عم الحاج.
عندك الصحة يا عم الحاج. الله 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 والله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم ذلك على الله يسير.
حق يسير حق قادر على كل شيء. محمد رسول الله يحافظ عليه يا رب. وما يستوي البحر واحنا في ماء بحرك العذب هو بحر. وما يستوي البحر لتبتغوا من فضلك